بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الثالثة علي مرغن رحمة الله. قدمت من دولة الإمارات يوم صبيحة 21 مطار الخرطوم. كنت أشعر بجحة خفيفة وذهبت البيت. بالليل جاتني حمى شديدة معاها برد. تاني يوم صبحت مكسر شوية وعندي وجع في المفاصل ووجع في الجسم. استحملت النهار بالمساء تاني جات حمى. لو اتصلت على ناس وزارة الصحة كتر خيرهم جو بإسعافهم لحد هناك وساقوني. مشيت مستشفى الخرطوم يومين أخذوا العينة والنتيجة جات بوزيتيف، لكن الحمد لله تحولت من مستشفى الخرطوم لمستشفى جبرة في الحجر الصحي إن شاء الله. الحمد لله الأمور طيبة وأنا كويس الآن الحمد لله، تماثلت للشفاء وجزاهم الله خير وكتر خير وبارك الله فيهم. والموضوع عاد إن شاء الله، أي زول شاعر بأي أعراض قريبة يجي إن شاء الله يبلغ عن نفسه يسلم نفسه سلامة له وسلامة لأهله للمجتمع إن شاء الله. الله يبارك فيه. تصرفت كيف لما يعني بتتصور مع ناس البيت مثلا؟ شنو الترتيبات الاحترازات اللي انت عملتها يعني؟ ناس البيت كنت حذر جدا، أنا من شعرت بأنه لا كنت بعيد، أحاول أبعد مني الأطفال الناس. أي زول يجي يقول لي يا أخي أعمل حساب، حتى الزول اللي بيجي داري يسلم علي بقوم بوقفه بقول له يا أخي انا شاعر لي باعراض خليك بعيد مني. كل الامور ان شاء الله مشت على كده، وما في الحمد لله يزول فيهم شعر بحاجه او جاته اعراض، وهم الان كويسين ومحجورين في البيت، ما في زول بخش عليه ولا في زول بيمشي عليه. الناس مرات مثلا عشان مثلا ممكن تكون ملخبطة ما بين أعراض الالتهاب العادي ومثلا الكورونا، أنت بالنسبة لك ما الناس اللي تقدر تفرز الحاجة حصلت لك بالضبط؟ الالتهاب العادي هو والكورونا ما عنده ينفرد كبير، لكن اي زول كان مخالط زول جا من برا او هو ذاته جا من برا، انا بشوف الاولى انه يصل للوزارة وان شاء الله يقوموا بالاجراءات ويشوفوا له للاحتياط ان شاء الله. لكن اي التهاب عادي ممكن يمشي لاي مستشفى عادي يفحصه، زول ما خالط لي زول اصلا في البلد دي من بدري ان شاء الله، ما في الموضوع ما بالحجم الكبير. غلطت زور انت هنا ولا انا ولا ما؟ من المطار مشيت البيت، البيت يا هناس البيت، مشيت المسجد ناس المسجد في طيبة الحاملة. تاني ما مشيت مكان غير وحدة شركاتنا في شركات المجموعة بشير للسيارات، مشيت لهم ما قعدت معاهم كثير وجيت راجع البيت. ما عندي تاني حوام وما مشيت لأي جهة إن كان. رسالة للناس بشكل عام يعني عشان الاحتراز وكذا. اي هو شوف الاحتياط والاحتراز واجب واجب والله، يعني لسلامة الإنسان ولسلامة أهله ولسلامة المجتمع لازم الاحتياطات والالتزام بالتوجيهات، وإن شاء الله هي أزمة وتعدي، كل الناس بتعاني منها والعالم كله، لكن الأمور إن شاء الله تمشي طيبة وتعدي. بس أهم حاجة الالتزام، الالتزام بالتوجيهات اللي بتصدر من الوزارة واللي بتصدر من الدولة، بالالتزام ب الحظر والالتزام بعدم التجوال وكله إن شاء الله الأمور تمشي تمام. تمام برضو يعني الأسرة وناس البيت طمنوا عليك برضو. الحمد لله أنا كويس تمام وإن شاء الله تتلقي خدماتك هنا كويس في المستشفى؟ ما في تقصير، والله الحمد لله ما في تقصير، كل الخدمات تمام إن شاء الله. ربنا يوفقكم ويرفع البلد من البلاد العباد إن شاء الله.